أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معرض إديكس 2023 يمثل حدثا عالميا مهما، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المعرض أكد وزير الدفاع أن مصر كانت وما تزال نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال القوات المسلحة أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر، رمز القوة والسلام، بلد الأمن والأمان. فتشريفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيديكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة هامة يجب أن تتوقف أمامها طويلاً بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام. في هذا التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. فكانت مصر وما زالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتوائها واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.